بالعراق بعد 2003 الله انطانا فد نعمة غريبة عجيبة. عندنا أحزاب على قولت دليم دقة. كنت نص ساعة يصير عندنا حزب. وهذه الأحزاب صنعت إن نظام أنا أسميه دكتاتورية تشاركية على مدى أكثر أو يقرب العقدين من الزمن. هذه القوى نشأت أو أنشأت نظاماً اسمه التخادم، بمعنى قوى تخدم قوى لحساب مصالحها. وبدلاً من أن تكون هذه القوى السياسية تمتلك عقائد وأفكار ورؤى ومبادئ واستراتيجيات لبناء البلد، أصبحت وعاء ينتج قيما وفاسدين أساءوا كثيرا لهذا البلد، هذا البلد اللي به مهبط الأنبياء والأوصياء وآل البيت وأولى الحضارات وكل الخيرات وكل شيء اللي تتمناه النفس بالعراق إلا الحكام الشرفاء. ظلت أمنية بحياتنا أن نرى حاكماً فيه من الشرف شيء، وأن صادفنا هذا الشريف الذي يحكم فتضيق به أو يضيق عليه حتى لا ينتج. وتبقى الأسئلة مفتوحة، ليش الشرف يبزز؟ وليش صارت عندنا حسرة أنه المرحلة والأحزاب والقوى السياسية تنتج لنا قائدا يلملم هذه المتناقضات ويعبر بها؟ ليش احنا ابناء عشائر بالجنوب وبالشمال وبالوسط وبالمناطق الغربية وحتى ببكت الجوع ببكت الحصار كانت المضايف على قول اهل العمارة يقص من ذرعانه ويعزب والدلال ما طفت والكلمة الحلوة ما راحت وصبرنا على الضيم ولوينا عنق الموت. ليش ضيعتوا انتماءكم؟ ليش ضيعتوا هويتكم؟ ليش ضيعتوا مذاهبكم على مود السلطة؟ ايش تعطيك السلطة؟ انتوا ما كنتوا تشوفون اللي قبلكم واللي قبلكم واللي قبلكم راحوا وراحوا يا رب كريم. برغم هذه المأساة وهذه الصورة السوداوية، لكن أنا أقر وأعترف أنه في هذه الأحزاب قيادات شريفة نزيهة جاءت انسجمت أرادت بحثت عن فرصة حتى تترجم هذا الشرف والمبادئ والتواريخ النضالية إلى حقيقة، لكنها عندما شافت الأمور بهذا الشكل اكتفت بأنها تراقب وتحذر وتنذر وتبصر.